قلت فيك ثقة، حسبتك يا بنتي مريضة، انت خدعتيني، قتلتي لي وليدي، وش دهر لك؟ نحيتيني اللي عزيز عليا، نحيتيني اللي انا عايش على جاله. مدشي انا اللي قتلته. هذه البرية انت اللي كتبتيها، كتبتيها بيدك باش نحصلوها في لقمان. شكون اللي قتلوه؟ شكون انا؟ بس سچ بتاؤ. نہیں کیا آپ اس سے بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ لا برهان كنتيل كنتيل ابي كي عرفت باللي دادي راهو في الحبس ورايح يتعدم قررت نروح نسلكو. جيت للمملكة ودخلت حتى للقصر، حبيت نهربو بالخطة تاعي لكن ما حبش، وطلب مني باش نكتب ريال الجواد كلي مولاي لقمان هو اللي بعتها، هكذا باش نخرجو الجواد من المملكة ونخطفوه. جاتك برية ونديرو الشونتاج باش يطلقو سراحو. أبي كان متفاهم مع بودوخة على الخطة وبعتني أنا باش نخبره بالعملية، بصح الخطة ما مشاتش وجواد مات. أبي كان شاك في بودوخة وأنا كنت شاكة في أبي. Are you sure تدي ما عندك حتى يد في موت جواد؟ لو كان عندي يد راني هنا في الحبس. وكي خرجت أجر من الحبس وفهمت ما كانش حاب يجي معايا، هربت. مانينا كيما عندك شي حتى دخل في الموت نتاع جواد، علاش هربتي؟ انا تزوج مع عاتشور ما قبلتوش. عاتشور هو اللي ما تزوجش بيه. حاولت نهرب بصح ابي تشدد الحراس عليا، كيكا وحكرونا هما اللي سلكوني. شفت كنتي الخارج من القصر ومن بعد لهكت ورجعت مستشار. اسمع ما تزيدش تجي عندي لهنا ولا نقول مولاي عاشور كامل واش على بالي. درك اسمح لي اني حاب نرقد. بتصح هذاك النهار ما عرفت باللي كان دي المجرم وهو اللي خطط باش يقتل جواد. برهان برهان قطعت هدرة ما بيناتنا، خليك الضمير والمولاد، خليني نصلح واش درت. جواد مات، أفكارك ما تصلحي. كنتي لازم يخلص. برهان برهان